ازيكوا يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي، وبنشكركم كتير كتير على مشاركتكم معانا في قطار الشطار في المحطات السابقة، وجايين في محطة جديدة بأسئلة جديدة في قطار الشطار. وأول سؤال يا أصحابي معايا، حذر فذر، إيه؟ أول سؤال بيقولي أنا من الحروف اللسوية، عروستي هتلاقيني في أول ثعلب، عروستي هتلاقيني كمان فين يا ميس؟ فين؟ في وسط كلمة اثنان، عروستي هتلاقيني كمان يا ميس في كلمات كتير، زي ايه؟ كلمة مثلث جاية في وسط وآخر الكلمة، عروستي ثعلب اثنان مثلث، يا ترى ايه الحرف يا اصحابي؟ حذر فذر. وتاني سؤال يا حلوين مع قوة الملاحظة، Find the difference between two pictures. آسر صاحبنا روح البيت، ماما كانت عاملة أكلة حلوة جدا جدا جدا، فكل آسر ونسى حاجة مهمة جدا من آداب الطعام. احنا كلنا عارفين آداب الطعام، صح يا أصحابي؟ وتالت سؤال ليكم، إذا نسى أحدكم التسمية في بداية الطعام فماذا يقول؟ ده يا أصحابي نشيد أحلى بلد في الدنيا، وده علم أحلى بلد في الدنيا. وآخر سؤال ليكو، كم عدد ألوان علم مصر؟ انتظرونا في محطة جديدة من قطار الشطار، ومع السلامة يا أصحابي.